مرحبا بكم متابعينا الأوفياء في كل مكان، نجدد بكم اللقاء في هذا البث المباشر هنا من واد سوس. فبعد التساقطات المطرية الهامة التي عرفتها جهة سوس مع السوى لله الحمد، الحياة تعود مرة أخرى لواد سوس كما كتشوفوا معنا على المباشر. فنحاول فقط أننا نقربكم من أجواء من قلب هذا الواد الشهير اللي هو واد سوس كما كتشوفوا معنا على المباشر. فالرحمة الإلهية تجددت مرة أخرى بهذا الواد وامتلأ عن آخره كما كتشوفوا، رغم أن الجريان لم يكن بتاتا يعني بواد سوس لحدود الساعة ما كانش جريان المياه، فقط يعني مياه الأمطار ملأت قاع هذا الواد لتعود إليه الحياة مجددا بعدما ظل لسنوات عديدة جافا بدون ماء وبدون أي شيء، وأصبح يعني منظره مخيف. لكن الحمد لله بعد التساقطات المطرية فالرحمة ديال الله سبحانه وتعالى واسعة، ورحمته تشمل كل العباد. الحمد لله على نعمة المطر، الحمد لله على التساقطات المطرية، رغم أنها كانت تساقطات قليلة فقط لم تكن بتلك التساقطات الغزيرة، لكن المنظر جميل جدا هنا من أعلى واد سوس، والمشهد رائع جدا كما تشوفوا معنا من خلال هذا البث المباشر. فالحياة مرة أخرى تعود إلى هذا الواد الشهير الذي يعد من بين أحد الأودية المعروفة بالمغرب كما كتشوفوا لله الحمد. فهذا الشيء اللي غيخلي يعني ايضا حتى حقنا ديال مجموعه من السدود انها تنتعش مجددا بالتساقطات المطريه كما كتشوفوا معنا على المباشر. انتم كتشوفوا يعني واد سوس يتجدد مره اخرى وتتجدد فيه الحياه كما كتشوفوا معنا من خلال يعني هذا البث المباشر ولله الحمد. فهذه بين الالطاف الالهيه والرحمه الالهيه شملت العباد، الحمد لله على نعمة المطر، الحمد لله على هذه النعمة الإلهية كما كتشوفوا معنا على المباشر. فبعد التساقطات المطرية انتعشت يعني حقينة هذا الواد وعادت إليه الحياة مجددا كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء في كل مكان. إذا الصورة أبلغ من كل تعليق وأبلغ من كل وصف، ف رغم ان الواد يعني حدود اللحظه يعني ما كاينش يعني جريان المياه، الا ان مياه الامطار ملأت هذا الواد ليصبح على هذا الشكل كما كتشوفوا معنا. فالحمد لله والحمد لله على الرحمه الالهيه، فاللهم ارحمنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعه لتشمل كل المناطق ولتشمل كل ارجاء الوطن الحبيب حتى تعم الخيرات ويذهب البلاء ويذهب الغلاء. هذا الشيء اللي كنتمناه من الله تعالى سبحانه وتعالى. فانتم كتشوفوا يعني الصوره امامكم من واد سوس بعد التساقطات المطريه الاخيره اللي عرفت يعني تساقطات مهمه جدا رغم القله ديالها، لكنها كتبقى تساقطات مهمه، تبقى تساقطات اللي غادي تخلي
الامل ديال الفلاحين انهم تنتعش ولله الحمد. فانتم كتشوفوا معنا المشهد بعد هذه التساقطات المطريه، واد سوس تعود اليه الحياه مجددا وينتعش ويمتلي بمياه الامطار كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الاوفياء. الحمد لله على امطار الخير، الحمد لله على هذه النعمه الالهيه، الحمد لله على هذا البركه ديال الله سبحانه وتعالى اللي غادي تخلي كما قلت ايضا حتى الحقينه ديال السدود انها ترتفع وتمتلئ. فما احوجنا لامطار الخير، ما احوجنا للتساقطات المطريه. فالتساقطات المطريه تنعش الحركه الاقتصاديه والحركه الفلاحيه وايضا حتى الحركه الزراعيه لدى الفلاحين. كنتمنى من الله تعالى ان هذه السنه تكون سنه فاء الخير على كل المغاربه ان شاء الله يا رب.